بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله يا خاتم المرسلين ونبره تشفى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يتيما فيمته ذاك وساده يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان اسم سنه له امر يرعاه اسماء الطفوله اويا. كنت لم تتعرف لعلوته فالله اخر عليها. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وتبارك الاسلام وصلت هذه الهديه المباركه التي تقام تقديمها الى روح كريمه صعدت الى روح كريمه في يوم كريم في شهر كريم عند الله عز وجل ليله تكريم لكل الراحله رحمه الله عليها التي عاشت الحياه بحلوها ومرها التي عاشت طيبا ومات طيبا. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الليله هي اسعد ليالي الاخره الى يا رب العالمين. كما اسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعل ثواب القران الذي تلقى والذي يؤلى في هذه الليله وهي المباركه نورا نورا خاطر على قبر العرب الراحله يا رب العالمين. فقيدتي عائلات شاهين وعائلات بدوي وعائلات البحراوي والصوري فباسم وباسم صاحب الوالي بكل مكان الاستاذ الدكتور شوقي عبد النبي بدوي باسم اولادها الاخرين الاستاذ سليم الشهيد الاستاذ سيد شهيد الاستاذ عاطف شهيد الاستاذ سعيد شهيد الاستاذ خالد شهيد وباسم جميع عائلات شهيد وبدوي والبهراوي. وتقدمون بخالص الشكر لحضراتكم والى كل من اتى الى هنا ايها الديوان والعزاء واخوه الايمان والاسلام. هيا بنا لنعيش مع القران معجزه الحبيب المصطفى العزيز سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ايات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ محمد سامي القارئ اليهودية العربية.
Mm-hmm.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء قد سبق وقد آتيناك من لدنا نحن قد ضلوا فيما يقولون
ويسألونك عن فكل أنفسها ربنا نسى فيذوبا قاعا صفصافا لا ترى فيها عوجا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا يتخافتون ويسألونك عن الجبال
واشتعلت أصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يومئذ لا
يطيقون بي علما وقد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وغنت الوجوه للخير القيوم وغنت الوجوه للحي القيوم وغنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد اعلم ما بين أيديهم
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما القارب المريد ريس العربية والمقيم بكفرة الصباع مركز كفر بمحافظة القلوبية.
بذلك عبر أسئلة أوليات الإذاعات الدولية وكان كل عبر المحافظات تقرن والإذاعات الخارجية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعواصم المركزية بمحافظة الشرقية الهندسة الكهربائية وزلوء الأنوار إنارة الضغط العالم الباش مهندس ياسر فرد الدولي والباش مهندس بدر فرد الدولي والمقيمين بالزمر هي مركز كف شكر محافظة القيومية مخازن الفراشة الكبرى وقصر ياسر المدينة وجبل أحدث تقنية في عالم الفراشة فراشة الحاج عبد الله عطية الغريبة وأولاده أبو نجاح مركز الزرقاء خدمة الضيافة العالمية متنقلة عبر أدعاء الجمهورية أولاد المرحوم الحاج أمين أبو عبد الله مقيم الزبرانية مركز خدمة النت العالمية عبر العالم الأوسع استشارة على مواقع التواصل الاجتماعي عميد مصور المهندس ناصر صلاح تحت إدارة العالمي المهندس صلاح ناصر صلاح العالمي المهندس محمد ناصر صلاح مدينة الزقازي أسرة الرحيل الكريم عائلات شهيد عائلات بدوي عائلات البحراوي وعنه صاحب الأدب والخلق والواجب والمكان السيد الأستاذ الدكتور شوقي عبد النبي بلوي باسم أولادها الأقربين الأستاذ أيمن شهيد الأستاذ السيد شهيد الأستاذ عاطف شهيد الأستاذ سعيد شهيد الأستاذ خالد شهيد عائلات شهيد وبلوي والبحراوي تشكر أصحاب الواجب في كل مكان الذين أتوا ليؤدوا واجب العزاء سواء كان محافظة الشرقية محافظة الأهلية محافظة القليوبية إلى كل من أتى شكر الله واسعى جميعا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.